مشاهدينا الكرام، ما زلنا مستمرين مع حضراتكم في الاطلاع على كافة المستجدات حول حالة الطفل ريان، الطفل المغربي الذي سقط في البئر بالمغرب على عمق 32 متر. وبالتأكيد أننا بنتابع مع حضراتكم مستجدات الأوضاع، وكانت ما زالت قوات الإنقاذ بتواصل جهودها لإنقاذ الطفل ريان، والذي سقط بالبئر بإقليم شافشاون بالمغرب. وبالتأكيد كانت قد توقفت عمليات الإنقاذ منذ ساعات، ولكن عادت مرة أخرى، ويعني ما زلنا بنتابع مع حضراتكم كافة المستجدات، وما زالت تسابق السلطات المحلية بالمغرب الزمن الحقيقة للوصول إلى الطفل ريان، حيث لم يعد يفصل فرق الإنقاذ عنه سوى يعني أمطار قليلة على الطفل المفقود. والحقيقة أنه أيضا كانت قد كشفت بعض المصادر من فرق الإنقاذ الخاصة أن المنقذون يعني سيشرعون في الحفر، وكانت قد بدأت. ويعني الحقيقة أننا يعني بنحتاج دوما إلى الاطلاع على كافة التفاصيل، ولذلك نحن معنا الآن عبر الهاتف من موقع الحادث الكاتب الصحفي الأستاذ أمين شطيبة، ليطلعنا أكثر. هو الآن متواجد بمحيط الحادث وسيطلعنا أكثر على مستجدات الوضع بحالة الطفل ريان. أستاذ أمين، برحب بحضرتك معنا بتلفزيون اليوم السابع، أهلا بيك. أستاذ أمين، أستاذ أمين، هل تسمعني يا فندم؟ ألو، طيب. يعني كان أيضا متواجد بمحيط الحفر، يعني مثلما تابعنا مع حضراتكم مهندسين وطبوغرافيين الحقيقة اجتمعوا حول مكان الحادث لمتابعة الأوضاع أول بأول، وكان هناك أيضا يعني اجتماع مغلق الحقيقة كان بيتجاذب في جميع الأطراف النقاش لتحديد يعني الطريقة الآمنة لانتشال الطفل ريان. طبعا يعني ما زلنا مستمرين مع حضراتكم، والآن يعني بنتابع معكم لقطات حية ولعملية إنقاذ الطفل ريان. الصدر في هذه العملية أن جميع الأقطاب رغم العياء ورغم هذا ما زالت متشبتة بالأمل إنقاذ ريان. كل متفائل، كل من حاورته في براير.com فهو متفائل، سواء لدى المسؤولين أو لدى الساكنة أو لدى الوافدين، الكل متفائل. مشاهدينا الكرام، قبل لحظات زيرو صحو. نعم، قبل لحظات كان عندنا واحد الحوار مع واحد الشخص جاء من مدينة فاس، والمداخلة ديالو قال لنا بأن الدافع اللي خلاه يجي للمنطقة رغم صعوبة التنقل ورغم مجموعة من الساعات، وأنه اعتبر ريان أنه ابن ديالو، اعتبروا الابن ديالو، ومن هذا المنطلق اعتبر زعما كاين ما وقع لريان هو محتمل أن يوقع لأي طفل. نعم،
الان ستتم عمليه ازاله احد جوانب خزان الماء، اعيد خزان الماء الهدف من ازاله الجوانب ديالو هو انه غيتستعمل ك كمثبت الثقب الافقي الذي يتم احداثه. إذن أحد تقني شركة اللي تنجز الحفر أو الثقب الأفقي الآن، صرحنا قبل قليل بأن المسافة اللي تتصلهم على الطف الريان هي 5 أمتار. الكل معبأ في سبيل إنقاذ الطف الريان، الكل معبأ. قضية أصبحت قضية دولية وقضية إنسانية. يعني ما زلنا بنتابع مع حضراتكم لقطات من عمليات الإنقاذ للطفل ريان، والحقيقة بنحاول نتواصل مع أحد الصحفيين بالمغرب ليطلعنا على كافة المستجدات، ولكن الحقيقة أنه المنطقة يعني بها شبكة التواصل ضعيفة، لكن بالتأكيد فورا أن نتواصل معه سنطلع حضراتكم على كافة المستجدات. يعني سنحاول أن ننقل لحضراتكم الصورة حية من محيط الحادث فورا أن يدخل معنا الأستاذ أمين شطيب أحد الصحفيين المغاربة. الحقيقة أنه كانت قد توقفت أيضا عمليات الإنقاذ، وبنتابع مع حضراتكم في تغطيتنا المستمرة على مدار الساعة عمليات التوقف أو عمليات الإنقاذ كانت قد توقفت بسبب أن كان هناك كتلة هوائية، كتلة رملية من كتلة من الرمال يعني قامت ووقعت بمكان الإنقاذ، ولكن عادت مرة أخرى العمليات ل يعني العمل من جديد، والحقيقة أنه الجرافات أيضا عادت للعمل من جديد من أجل إخراج الطفل ريان. وأيضا كانت قد أكدت زوجة خال ريان، أكدت على في مداخلة هاتفية كانت معنا اليوم، والحقيقة أنها وصفت حالة ريان وكافة المحيطين به، ويعني بالتأكيد أنه محاولة الاتصال أيضا كانت صعبة بعض الشيء بسبب يعني يعني الحالة السيئة التي تمر بها الأسرة بالتأكيد. أيضا كانت قد أكدت أن الطعام الذي يتغذى عليه ريان ما هو سوى القشطة والمياه والحليب، ويمكن مثل ما ذكرت لحضراتكم بصعوبة قدرنا نعرف منها هذه التفاصيل. أيضا من ضمن الأنباء التي وردت أنه يعني الطفل ريان بيتحرك، ولكن بيتحرك بصورة محدودة وضعيفة، وأيضا البعض يمكن بيتساءل عن سبب وجود بئر بهذا العمق في المكان، فخلوني أقول لحضراتكم أن أيضا زوجة خال الطفل كانت قد وضحت لنا هذه النقطة، وقالت أنها يعني منطقة الحياة بتعتبر الخدمات بها محدودة، وأيضا البئر موجود للتنقيب عن المياه لأهالي المنطقة. وصل الحقيقة عمق الحفرة الموازية للبئر التي يجرى إنجازها من طرف الجرافات بمواكبة من السلطات الإقليمية والوقاية المدنية والطبوغرافيين، الحقيقة وصل ل 28 متر على أمل الوصول لعمق 32 متر خلال الساعات القليلة المقبلة قبل أن تنطلق أشغال الحفر الأفقي. والحقيقة أنه كانت قد انطلقت بالفعل أشغال الحفل، ويعني كنا متابعين مع حضراتكم أنه كان هناك لا يوجد سوى 3 أمتار، ويعني بعض الأمتار القليلة التي تفصل الفرق الإنقاذ عن مكان الطفل ريان، والتي يعني تصل بنا إلى انتشال الطفل من هذه
الحفرة. كل متفائل، كل من حاورته في براير.com فهو متفائل، سواء لدى المسؤولين او لدى الساكنه او لدى الوافدين، الكل متفائل. مشاهدينا الكرام، قبل لحظات زيرو زيرو صحو. نعم، قبل لحظات كان عندنا واحد الحوار مع واحد الشخص جاء من مدينة فاس، و المداخلة ديالو خلينا بأن الدافع اللي خلاه يجي للمنطقة رغم صعوبة التنقل ورغم مجموعة من الصعاب، وأنه اعتبر الريان أنه ابن ديالو، اعتبروا الابن ديالو، ومن هذا المنطلق اعتبر زعما كاين ما وقع لريان هو محتمل ان يوقع لاي طفل. يعني ما زلنا بنعرض على حضراتكم مقاطع حصرية لعمليات الحفر داخل النفق بمنطقة عمليات إنقاذ الطفل ريان، والحقيقة إنه الفرق الطبية أيضا يعني في آخر المستجدات اللي كنا بنتابعها مع حضراتكم اقتربت الفرق الطبية من النفق حيث تجرى عملية الإنقاذ. الجدير بالذكر أن سيارات إسعاف اقتربت من منطقة عملية إنقاذ ريان، بندعو الله عز وجل أن يخرج الطفل ريان من البئر سالما. أيضا منذ قليل كان لنا مداخلة مع الأستاذ محمد السوسي الصحفي المغربي، والذي أكد لنا في توقعاته الخاصة بأن من الممكن أن تستغرق أو أن يكون الوقت الفاصل من الآن وحتى استخراج الطفل من البئر حوالي 3 ساعات. ما يتليش الصدر في هذه العملية أن جميع الأطقم رغم العياء ورغم هذا ما زالت متشبتة بالأمل إنقاذ ريان. كل متفائل، كل من حاورته في براير.com فهو متفائل، سواء لدى المسؤولين أو لدى الساكنة أو لدى الوافدين، الكل متفائل. مشاهدينا الكرام، قبل لحظات زيرو زيرو صحو. نعم، قبل لحظات كان عندنا واحد الحوار مع واحد الشخص جاء من مدينة فاس، و المداخلة ديالو خلينا بأن الدافع اللي خلاه يجي للمنطقة رغم صعوبة التنقل ورغم مجموعة من الصعاب، وأنه اعتبر ريان أنه ابن ديالو، اعتبروا الابن ديالو، ومن هذا المنطلق اعتبر زعما كاين ما وقع لريان هو محتمل أن يوقع لأي طفل. الآن ستتم عملية إزالة أحد جوانب خزان الماء، أعيد خزان الماء الهدف من
ازاله الجوانب ديالو، وانه غيتستعمل ك كمثبت الثقب الافقي الذي يتم احداثه. إذن احد تقني شركه اللي تنجز الحفر او الثقب الافقي الان، صرحنا قبل قليل بان المسافه اللي تتصلهم على طرف الريان هي 5 امتار. الكل معبأ في سبيل إنقاذ طرف الريان، الكل معبأ. قضية أصبحت قضية دولية وقضية إنسانية بالدرجة الأولى، الكل متعاطف مع طرف الريان ومع أسرة طرف الريان، والكل يتمنى ويدعو الله أن ينجيه ويخرج سالما من هذه المهنة. طبعا عمليات الحفر الحقيقة بتواجه صعوبات كبيرة، يمكن بنتابعها مع حضراتكم، ويعني كنا أفصحنا عنها منذ عدة أيام، وهي عائدة إلى طبيعة التربة الرملية الهشة في بعض الطبقات، وأيضا الصخرية في طبقات أخرى، كما أيضا أن الجرافات بتعمل على توسيع الحفر وإحاشة الطبقات العليا. على كل حال بالتأكيد سنحاول التواصل مرة أخرى مع أحد الصحفيين بمحيط الحادث، وسنطلع حضراتكم على كافة